مكملين مع حضراتكم مهرجان العالم عالمين، مستمر فعاليات مختلفة وأنشطة كل يوم. نروح مع حضراتكم على الهواء مباشرة مع زميلنا محمود جميل ونعرف منه آخر فعاليات مهرجان العالم عالمين. صباح الخير عليك محمود. صباح الخير عليك يا محمد، صباح الخير عليك يا منى، بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. لازلنا معاكم من مدينة العالمين الجديدة وأجواء مهرجان العالمين الجميلة اللي بتتجدد كل يوم بمزيد طبعا من الفعاليات. ويمكن امبارح كنا عشنا يعني سهرة جميلة في المدينة التراثية على المسرح الروماني، كان بحضور فرقة طبلة الست، وطبعا معروف فرقة طبلة الست ليها جمهورها الكبير العاشق لكل اللي بتقدمه فرقة طبلة الست. فالحقيقة امبارح كان في حضور كبير جدا في المدينة التراثية، وكان في تفاعل كبير جدا مع طبعا الفقرات اللي بتقدمها فرقة طبلة الست، بالإضافة طبعا ان احنا كان عندنا يعني بعض التجهيزات اللي بتتم على المنطقة الشاطئية فيما يتعلق بالأنشطة الخاصة بالأطفال والاستعداد طبعا لانطلاق مهرجان الأطفال وبعض الأنشطة الترفيهية والاجتماعية الخاصة بالأسر والعائلات. وطبعا بيتم الاستعداد للأسبوع ده طبعا لانطلاق بطولة البادل، لأن احنا الأسبوع الثالث هيكون عندنا فعاليات رياضية وفنية كبيرة جدا، وكمان التمهيد لحفل الفنان الكبير تامر حسني. امبارح كمان كنا بنشاهد الاستعداد لإطلاق مبادرة شارع الصحة أو شارع الخدمة الصحية اللي هيتم انطلاق النهاردة من مدينة العالمين الجديدة. وخلينا أقول لكم كده يعني إيه تفاصيل المبادرة دي، وهي مبادرة بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الصحة والسكان. من بداية إنشاء النسخة الأولى لمهرجان العالمين الجديدة، ودايما الشركة المتحدة بتكون حريصة أن هي تقدم كل الخدمات للمواطنين في مدينة العالمين الجديدة ولرواد المهرجان. بدأت طبعا بالفعاليات المتنوعة، ويمكن زادت كمان في النسخة الثانية، وكمان الاهتمام بصحة الزوار وبصحة كل المواطنين اللي موجودين. عشان كده هيكون في شارع الصحة اللي احنا موجودين فيه في المنطقة الترفيهية بجوار النورث سكوير وأمام المدينة الرياضية، هيكون تواجد كبير جدا لسيارات الإسعاف، لعدد كبير من الأطقم الطبية والتمريض، للعيادات الثابتة والمتنقلة، علشان طبعا يتابعوا الحالة الصحية الخاصة برواد المهرجان على مدار اليوم وطوال أيام المهرجان. هيكون عندنا السيارات المتنقلة والثابتة، وهيكون عندنا كمان تواجد للمبادرات اللي أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المبادرات الصحية. بنتكلم عن 100 مليون صحة، بنتكلم عن صحة المرأة، بنتكلم كمان عن الصحة النفسية. هيكون في تواجد كبير جدا لكل الأطقم الطبية اللي موجودة، يتم الكشف على كل رواد المهرجان لو احتاجوا في أي وقت إن هم يلجأوا للخدمة الصحية اللي موجودة. هيكون في طبعا بعض السيارات المنزلية اللي هتروح مباشرة للمواطنين علشان تقدم الخدمة الطبية. النهاردة إن شاء الله في يعني مساء هذا اليوم هيكون في انطلاق مؤتمر صحفي بحضور وزير الصحة والأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبالتأكيد هنتابع معاكم كل التفاصيل الخاصة بشارع الصحة والخدمات الصحية اللي هتبتدي إن هي تتقدم لرواد مهرجان العالم عالمين. برجع لكم في الاستوديو مرة ثانية منا ومحمد. كل الشكر ليك زميلنا محمود جميل من العالمين، شكرا جزيلا ليك في متابعتنا اليومية، مستمرين معاك وكل يوم بتقدم لنا الجديد، شكرا جزيلا.